دكتور علوش، بالأمس الحكومة قلعت فينا نقول بصلاحية رئيس الجمهورية. ما بعرف كيف رأيت هذه التقليعة، هل هي تقليعة يكتب لها النجاح، أم هي محاولة ما بعرف يعني ينتظرها بعد مشاكل كثيرة؟ هذه التقليعة هي تعبير عن فشل، أنه الفشل بإنتاج المؤسسات وبإنتاج مراكز المسؤوليات الأساسية بالجمهورية. الدستور قدر يلاقي مخرج، ولكن هذا المخرج هو استثنائي عادة، بيكون مش انه بيكون عادي انه طيب يلا بسيطة، ما يكون عندنا رئيس جمهورية في عندنا مجلس وزراء، ما هيك منه مقبول، لأنه في بعض القوى السياسية تعاملت مع الموضوع بهالاستخفاف لهالدرجة هذه. الشيء المؤكد انه لازم يكون دور الحكومة ودور المؤسسة السياسية بأجمعها، مجلس نواب وقوى سياسية، وبالتأكيد هي تحضير الأجواء بأقرب وقت للوصول إلى ملء شغور سدة الرئاسة والوصول إلى استكمال المواقع المسؤوليات. فيما يتعلق بالسجال الحاصل، أنه الآلية المتبعة لإدارة الحكم وصلاحية رئيس الجمهورية اللي نقلت إلى الحكومة بين فريق طبعا بيعتبر انه للحكومه كامل صلاحيتها وفقا للدستور، وفريق اخر يعني اللي عم يطالب فيه الجنرال ميشيل عون ونوابه بانه ووزرائه بانه لا يحق لرئيس الحكومه ان يضع جدول الاعمال منفردا، لازم الكل يشارك، ولا سيما وزراء التيار، لانه هن رح يكونوا محل رئيس الجمهوريه طالما هن بيمثلوا اكبر كتله مسيحيه. ايضا هذا كمان كلام يعني اجتهادي اكثر ما هو كلام دستوري، لانه هيدي ما فيها نص بهالموضوع هذا بالذات، وما يعني نظريا المفروض نفس النظام اللي كان قائم قبل المفروض يضل مستمر بالوقت الحالي. لكن نرجع نحكي انه يعني المبدا الاساسي هو عدم اعتبار انه الواقع هو امر عادي، هذا هو الاساس. لكن اني بدل مساله وجود رئيس الجمهوريه بانه بما انه انا موجود وزرائي هن بحلوا عليه مساله الطوائف او شيء من النوع، يعني عمليا فيها كثير من الركاكه هيدي الحلول. انا برايي انه اذا بدهم يضلوا مستمرين بيستمروا بالنظام القائم على نفس الاساس، ومن بعدها قادر مجلس الوزراء بنفس الطريقه انه يرفض الموضوع هذا او يمشي بالموضوع الاخر. بالامس كانه فهمنا انه اتفقوا على التوافق، مبدا التوافق على كل شيء. طيب اذا بكره يعني وزير او اي فريق معين على طاوله مجلس الوزراء مش موافق على قرار او مرسوم معين، شو بيصير؟ هذا توافق على التعطيل بكل معنى الكلمه، لكن عمليا اذا بدنا نطلع حتى بالايام العاديه تقريبا اكثر من 95% من القرارات عم تكون بالتوافق حتى بالايام العاديه، لانه عمليا نحن عم نعيش، وهذا الشيء للاسف صار طبيعي، فيدراليه وزاريه وفيدراليه سياسيه اكثر ما هي عمليا نوع من الديمقراطيه باي شكل من الاشكال. شو رايك بكلام الجنرال ميشيل عون بانه ابلغ بانه الوزير جبران باسيل سيضع ضوابط لرئيس الحكومه؟ أنا كلام دون كيشوتي أكثر من أي شيء ثاني، إذا صحيح، إذا منسوب له عمليا. لا الوزير باسيل هو بحق له، ولا في أي منطق للرئيس تمام سلام يقبل، وهذا كلام استفزازي. وإذا كان صحيح برجع بقول لك هذا يتناقض مع الخطاب الرزين اللي كنا عم نسمعه من العماد ميشيل عون، الكلام المكتوب الرزين اللي عم نسمعه منه على مدى الأسابيع الماضية، منه مفيد. وأنا أفضل أنه ما نعتمد على ما يحكى أو يروى عن لسانه، خلينا نشوف شو بيطلع كل نهار ثلاثة بيقوله أفضل. رح ندخل طبيعي بما نقل عن لسان على لسان الجنرال ميشيل عون بالفقرة الثانية، لكن بعد اليوم هلأ عم نحكي بالشغور. وطالما عم نحكي عن مجلس الوزراء بالأمس، بدي افتح ليلين على يعني قضية فعلا أثارت، ما بدي أقول اشمئزاز، ولكن صار في حول انقسام بالأراء، يلي هي قضية ما حصل بانتخاب اللاجئين السوريين والمشهد اللي شفناه أمام السفارة السورية وعلى طول الطريق الممتد إلى السفارة السورية.
كيف تبعت هذا المشهد؟ شو رأيك فيه؟ وهل فعلا هذا المشهد فاجأ 14 أدار، فاجأ بالمعنى السلبي؟ خلينا نبلش بمبدأ 14 أدار كانت انتفاضة وثورة، وعم تعاني من ثورة مضادة من وقتها لهلأ. الثورة المضادة هي اللي بدأت ترجع ترد أو تحاول ترد الأوضاع إلى ما كان بالسابق قبل بأيام الاحتلال النظام السوري للبنان. هذا المشهد اللي كان مبارح هو مشهد ركيك وسخيف وما بيعبر إلا عن نوع من الإسفاف بكل معنى الكلمة، لكن هي بالتأكيد محاولة لرد اعتبار لن يرد للخروج سنة ب 26 نيسان سنة 2005. أنا بصراحة يعني فهمتها هيك، رد اعتبار طبعا، طبعا هي محاولة رد اعتبار، وبنفس الوقت للتأكيد أنه بعدنا موجودين قادرين نأثر. هذا النظام بس انتهى، بس البعض اعتبر انه هذا مظهر ديمقراطي، رايحين الناس ينتخبوا نعم. وهذا مظهر من المظاهر الديمقراطيه اللي دائما بتطالب فيها 14 نعم دار. صحيح، مظهر من يعني من مظاهر الديمقراطيه عاده على ارض غير بلدك بالتاكيد هو مظهر ثاني صار. ديمقراطيه اذا كان حقيقه هول الجماعه متاكدين انه بشار هو الرئيس المناسب، ففي الطريق مفتوحة، ما بعتقد طريق المصنع مسكرة، فكان بيقدروا يطلعوا بنفس الحافلات اللي وصلتهم على وقطعت السير باتجاه بعبدة والحزمية، فيهم يطلعوا بنفس الكونفوي ويكملوا باتجاه المصنع ويروحوا على سوريا أنه ينتخبوا. لكن الطريقة اللي انعملت فيها هي بالتأكيد قبل كل شيء نفس يعني المظاهر الركيكة والسخيفة اللي بتطلع فيها مظاهرات إعادة البيعة والتأييد لقيادات العالم الثالث، ومنها بشار الأسد وقبل أبو حافظ الأسد، والمهرجانات بمناسبة التحرير وغيرها كلها سوا اللي فيها عجقة ولبيك وإلى من هناك. نفس النظر هو ذاته بصورة تانية وبطريقة تانية. طب ليش بتشوفوا هيك دكتور علوش؟ ليش ما بتشوفوا أنه فعلا بعده الشعب السوري وهاللاجئين اللي كنتم معتبرينهم لاجئين خوفا من النظام السوري تبين انه فعلا بعدهم مؤيدين للنظام وبعدهم مؤيدين للرئيس بشار الاسد؟ خلينا نطلع من الشعبويه ونرجع على لغه الارقام. باقصى ما يمكن من الامكانيات، اوكي، لو كانت عم يشتغلوا مثل المكنه او على بالكمبيوترات، وبنعرف انه من موجود هذا، يعني قديش 10,000 20,000 30,000 وصلوا لقدروا انتخبوا، ما بعرف شو الرقم، لكن الرقم لا يمكن أن يتعدى 100,000 بأي طريقة من الطرق. بنعرف شو بيعملوا هؤلاء، عجقة السير بتقولي قطع الطرق، صحيح. في 10 إذا بدهم يمشوا بعرض الطريق يقدروا يقطعوا الطريق إذا بدهم، إذا ما متقصدين. فإذا نحن عم نحكي عن فوق المليون لاجئ سوري بقلب لبنان، إذا راحوا 100,000 أو نص مليون بحق لهم الانتخاب على اساس في ولايات بيناتهم والى اخره، فمعناتها 20% من اللي من الشعب السوري الموجود بلبنان راح انتخب. بالمقابلات اللي انعملت معهم كلهم قالوا انا عم بشتغل بلبنان، ما قال اني انا لاجئ بلبنان. معظم الناس اللي عملت مقابلات معه قال انا بشتغل بلبنان. فعمليا هول، ونحن بنعرف انه في عندنا 400,000 ل 500,000 مواطن سوري موجودين بلبنان بيشتغلوا بشكل دائم، وبيوصل اوقات العدد لمليون واحد رايح جاي بهالخصوص هذا. فكمان من ناحيه لغه الارقام، خلينا نرجع لهالمنطقه هيدا. ايه يعني ما نحن بنعرف ايضا انه بسوريا كمان الوضع بقلب سوريا، في عندك جزء من الشعب السوري مع بشار الاسد لاسباب، جزء منا طائفي، جزء منا مصلحي، جزء منا خوف، في كثير اسباب موجوده. وطلع وفي مقابلات ايضا كمان عملت مع بعض الناس اللي راحوا انتخبوا كيف اجبروا على الذهاب لهونيك لاسباب متعدده، جزء منا خوفهم انه ينختم من الباسبور ولا ما ينختم البطاقه تبعتهم اذا بدهم يرجعوا بدهم يروحوا بدهم يجوا. الجزء الاخر هو الاحزاب البلطجيه اللي ساكنين بمناطق، ان كان امل وان كان حزب الله حزب قومي والى ما هنالك. شو كان لهم دور؟ كان اجبروهم انه يا بتروحوا يا اما بالقوه بدكم تروحوا او على الاقل تمشوا بهذا الاتجاه. فلهيك عمليا في كثير شوائب بهالخصوص هذا، ولكن حتى لو اعتبرنا انه كل الناس اللي راحت بالفعل ما حدا جبرها وما حدا وانا خليني اعتبر هيك، بنلاقي انه اقل من 20% من اللي بحق لهم ينتخبوا
راحوا على السفارة ينتخبوا. أضيف بدك تزيدي مشهدية تانية، شفتي المناظر اللي رايحة؟ يعني طبعا ما هيئتوا النخب الشعب السوري اللي كانت رايحة، بس هو البشر بآخر بس هيدا هو الشعب السوري يعني. لكن نساء، خلينا نرجع، ولفت أنه شباب، كان مرة شباب مزبوط، بس كم مرة راحت كمان؟ يعني إذا بدنا نطلع الجزء الأكبر، كتير كانوا 60 60 أو 65% من اللاجئين إلى لبنان هن من النساء والأطفال العيال. طيب وين هن؟ إذا هن هالقد مفحوطين ببشار الأسد وبنظامه، طيب وين هن؟ ليش ما تحركوا وراحوا؟ عمليا خلينا نقول إنه بغض النظر عن المشهدية، هي مؤذية لأحاسيسنا، مؤذية لنظرنا. طيب البعض حملكم مسؤولية، أنتوا كفريق سياسي، أنتوا اللي شجعتوا اللجوء السوري إلى لبنان، أنتوا اللي ما قبلتوا لما وزراء منهم وزراء التيار الوطني الحر طرحوا على طاولة مجلس الوزراء إقفال الحدود مع سوريا، أنتوا اللي ما قبلتوا. خلينا نتذكر بهيديك الفترة ما كان حدا منا بالحكم، مزبوط ولا لا؟ إذا كان القرار صحيح بده يتاخذ هو لمصلحة لبنان، بس كانوا خايفين منكم أنتم خارج شو الحكم شو كمان. شو بدنا نعمل من الضغط اللي كنتوا تمارسوه؟ بأي طريقة، أي ضغط، بأي يعني، لما أنا عم باخذ قرار لمصلحة البلد، مع التيار العوني كان عنده 10 وزراء بقلب هيديك الحكومة، إذا كان حقيقة في شيء له علاقة بالمصلحة العليا للبلد، أبخاف من إنه المعارضة تقوم علي؟ شو هالحكي هيدا؟ هيدا كلام يعني اقصى ما يمكن انه يقدر يمر الواحد. دكتور علوش، ما انتم كمان حطيتوا يعني خطوط حمر على تعرض لاي لاجئ سوري يدخل الى لبنان، وقلتوا انه ما فينا نرجع نردهم، حتى يعني كمان فريق نائب وليد جملاط كمان بهذا الاتجاه كان. بغض النظر، القانون الدولي يمنع هالشيء، هذا مش القرار اللبناني بالاساس. يعني نفس المبدا، هذا جزء من اتفاقيات جنيف اللي لها علاقه وملحقاتها لحقوق الانسان اللي عم يمارسه الاردن هو خارج القانون، لازم يتحاسبوا عليه. اللي مارسته تركيا هو خارج القانون الدولي ولازم يتحاسبوا عليه. نظموا لا تنظيم شيء، نظام ما فيهم يقفلوا الحدود، ما فيهم يقفلوا الحدود. انت واحد عم يغرق، انت قانونيا تنطالي إذا غطيتي غطيت النظر ومشيتي وما طلبتي المساعدة. بس أنت ما بقى عندك قدرة تستوعب هذا العدد الكبير. أكثر من هيك، أكثر من هيك، الحدود مفتوحة والناس عم تجي، ليش عم تجي؟ عن طريق الشرعية. بس على الأقل اللي كانوا بالسفارة السورية هودي فايتين بالطريقة الشرعية مسجلين. برجع بقول لك نعم، هلا خلينا نشوف قبضايات الحكومة ووزرائنا بالذات، هل قادرين ياخذوا هذا القرار؟ نعم مزبوط. هول شو عم يعملوا هول الشباب هون؟ طالما ما عندهم خطر متعرضين له ببلدهم، معناتها صفة النزوح أو اللاجئ غير موجودة عليهم، ماشي الحال؟ اتفضلوا خذوا القرارات اللازمة. لكن هون ساعتها نفس الناس اللي قالوا كيف عم تخلوا السوريين رح يطلع يقولوا ما بيصير، لأنه انبسطوا فيهم هلأ لأنه طبعًا من قراب من النظام طبعا. فلهيك عمليا نحن خلينا يعني معظم السياسة عنا فيها الكثير من النفاق من جهتنا ومن جهة ولا بس على حساب مصلحة البلد. يعني عمليا لا اليوم لا. القدرة، الوضع الاقتصادي ما بقى قدر يحمل، الوضع الأمني يعني مأثر، وطبعا حضرتك جاي من منطقة يعني تعاني الكثير الكثير من وضع الاقتصادي. دنيس خلينا نراجع تاريخ البلد كليته سوا، السير على حافة الهاوية بكل تاريخنا، حافة الهاوية دائمة لأنه عم نمارس النفاق. بتلاقينا مقابل شعبيتنا منشان ينتخبونا بفوت 300-400 واحد بقلب هالقطاع، هيدا بخربوا وبيصير بعدين حق مكتسب. طيب الأخطر من اللي عم نحكي دكتور علوش، ما كتبته جريدة السفير بقراءة فعلا كانت ملفتة عن المشهد اللي شفناه أمام السفارة السورية، وقالت أنه هؤلاء لم يعودوا فقط لاجئين، صاروا ممكن ورقة بيستخدمها النظام للضغط ليقول أنا بعدني موجود بلبنان، أنا قادر أثر، أنا عندي هالمجموعات موجودة في الداخل اللبناني وبتتحرك إما في الضغط الأمني أو السياسي. طب هيدا كيف؟ هيدا كيف عم بتكون معالجته؟ كلاتهم برعاية واقع واحد اسمه الولي الفقيه. لولا وجود حزب الله الراعي الأمني والراعي السياسي والراعي العسكري لهالمجموعات هيدي، كنت نص هول الناس اللي شفتيهم
ما كانوا راحوا على حزب الله عم بيحارب الإرهاب. يعني يسمح لي أي إرهاب؟ ما هو إرهاب يعني إرهاب يحارب الإرهاب؟ نعم أنا بقول لك إيه، لأنه في عادة هذا النوع من يعني خلينا نطلع بمساره لحزب الله وطريقة تصرفاته، هو حزب مش بالمعايير لا الإسرائيلية ولا الدولية، بالمعايير اللبنانية. أنا هذا الحزب مارس علي الإرهاب، مارس على المواطنين الإرهاب. بتقولي لي بأي شكل؟ بألف شكل. خلينا نطلع من بدايته وجر، أوكي بتقولي هيدي كمرحلة، طيب ما هذا بدايته هيك، لمن أرهب المعارضة اللي عرضته داخل الطائفة الشيعية، شو عمل بحركة أمل بإقليم التفاح؟ في 2500 قتيل بيناتهم. شو عمل بالقيادات الشيوعية اللي كانت موجودة بالجنوب وقيادات تاريخية؟ ما رح أحكي وقتها الشيوعيين، خلينا يحكوا شو كانوا يقولوا بهذيك الأيام. بحتى الحزب القومي السوري الاجتماعي، بحزب البعث العراقي، خلينا نطلع على هالتفاصيل هيدي ونلاقي شو. رجع هلأ بالمرحلة الثانية، من مين الشهيد حايك اللي هلأ حكم عليه بالمؤبد؟ محمود حايك حكم عليه قيل انه قتل بسوريا، ماشي الحال، بس انه هذا وين؟ هذا موظف وين؟ هذا بجمعيه الحبل بلادنس ولا موجود بحزب الله؟ المتهمين الخمسه لحد هلا اللي مطلوبين للمحكمه الدوليه، هل هن باي جمعيه تجاريه ولا عندهم جمعيه لرعايه الايتام؟ عمليا خلينا نطلع من هالمنطقه. هذا حرب ارهابي، حزب ارهابي يستخدم منطقة الإرهاب للطرف الآخر لحتى يلاقي طريقة لوجوده. عمليا أنا بتطلع داعش والنصرة اللي هن عم يقول أنه أنا عم هن أحد أهم أسباب وجود بشار الأسد وحزب الله، وقدرتهم أنه هن نحن أقل إرهابا من هوليك. يعني هوليك جايين يعني عمليا، هل تعتبر أنه حزب الله والنظام، إذا كنت حضرتك عم تقول أنه حزب الله هو اللي نظم هذه المجموعات وهو اللي أمن لها الآليات الحماية حتى للوصول للسفارة؟ عم بحكي عن نهار هذا المشهد اللي شفناه نهار الانتخابات. يعني هل نجح حزب الله فعلا بأنه أظهار هذا المشهد بأنه كل هالسوريين الموجودين بلبنان هني مؤيدين للنظام، وبالتالي بعده الشعب السوري يريد بشار الأسد؟ دنيس، الانطباع هو أهم الحقيقة. طبعا أنت وقت اللي ما منك يعني معظم الناس مش على تماس مع الحقيقة الأمور. ماشي، يعني خلينا نطلع، أنت كمواطن 90% من الناس بتشوف المظهر وبتاخذ الانطباع وبتقول هذا هو، بينما واحد مثلا مثلك، مثل الصحفيين، مثل بعض السياسيين المحليين بيروحوا. خلينا اشرح هذا شرحت المشهد، لكن انا هذا الحكي تبعي ما راح ياثر بشيء، بتعرفي لانه خلص الصوره صارت الانطباع هيك هذا هو. لكن باخر النهار كمان يعني عجله التاريخ يفكروا انه راح ترجع لورا. بشار الاسد او ما شكله هذا انتهى من 3 سنين، بعده اللي موجود هلا عم يحاول انه يحصل على مكتسبات، بس رح يربح الانتخابات الرئاسيه دكتور علوش. ما بس صدام حسين اخذ 99% قبل كام يوم من ما يفوت القوات الامريكانيه عليه. احمد نجاد اخذ حوالي 70% من الاصوات، رجع بعدين اخذ هلا الاصلاحيين نظريا طلعوا ب 55%. لو نظم معمر القذافي بانتخابات كان اخذ 130% كمان، ما في مشكله بهالحاله هيدي. حسني مبارك عمل انتخابات اخذ 67%. خلينا تشاوشيسكو كمان، خلينا نطلع على تاريخهم كلياتهم سوا. أنا دائما بذكر فيلسوفة كبيرة، هي ما بتسمي حالها فيلسوفة ولكن بالتأكيد فيلسوفة، اسمها هانا أرنت، بتقول الملفت في الدكتاتور أنه يبقى يوحي بصموده إلى آخر لحظة ثم ينهار. لحظة الانهيار طبعا بتكون بسنة 89. بس ألا تعتبر أنه فعلا يعني انهيار الرئيس بشار الأسد أمر مبالغ فيه مثل ما عم بتقولوا؟ يعني أنا برجع لك، بعده يعني أغلبية الأراضي السورية بعدها تحت أمرة النظام والجيش السوري، وبالمقابل البديل يخيف المجتمع الدولي، يخيف دول حتى المحيطة بسوريا. صحيح. خلينا نرجع كمان لمشهدية تاريخية أخرى، الاتحاد السوفيتي العظيم. بس الاتحاد السوفيتي العظيم قبل بليلة من سقوط جدار برلين، قبل بليلة كان حدا بيتصور هالمشهد بده يصير.
قديش ترسانة الأسلحة؟ أنا بتذكر 7000 رأس نووي، بينما حلف الناتو كليته سوا كان عنده 4000. ماشي الحال؟ عندهم دبابات 3 مرات أو 4 مرات أكثر من حلف الناتو، عندهم طيارات إلى آخره. فجأة بلحظة بلحظة واحد ابن النظام غورباتشيف، ابن النظام كمان طلع من مدارس النظام، فجأة تحول انقلبت، لأنه عمليا في شيء ناطرين أعجوبة يعني؟ هن طبعا ناطرين أعجوبة طبعا. أنا بدي أذكرك أنه أحمد نجاد حكي قبل أنه لن يسقط بشار الأسد لأن المهدي سوف يحميه. اللي قالوا قاسم سليماني، عفوا اللي قالوا جنرال المستشار الرئيس الخميني المرشد صالحي سينا الاسم لا anyway صفوي. صفوي لانه انا محتل الدنيا كلها سوا يعني من حدود لبنان لهونيك، ولكن كمان حدود. كمان هتلر سنه ال 43 او قبل ال 43 كمان كان محتل جزء كبير من العالم، الامبراطوريه اليابانيه كلها سوا. لكن اي شيء ما بيقوم على القاعده اللي هي الناس، على قدرات انتاجيه حقيقيه، على قدرات اقتصاديه، على سلطه ناعمه، باخر النهار بتحطي انرجي بتحطي طاقه بتحطي طاقه لتحمي، ولكن بلحظه من اللحظات بيتفجر كل النظام. طيب دكتور علوش، للاسف يمكن حتى الانتخابات الرئاسيه ستحصل بسوريا بغض النظر عن رايكم فيها، ولكن للاسف في لبنان ما في رئاسه جمهوريه، والمشهد اللي كنا هلا عم نحكي يعني ديمقراطيه في السفاره السوريه في بلد كان يتغنى بالديمقراطية اليوم يعيش في ظل فراغ رئاسي. من يتحمل مسؤولية؟ لكن أشبه بلبنان هو مش بلدان مثل سوريا ولا مثل مصر ولا أي شيء. أنا طبعا أنا ما بدي سمي انتخابات أو مسرحية أو شيء، ما بدي، ما فرقاني معي، ما لا سمي أي شيء. لكن عمليا نحن خلينا نشبه حالنا ببلد مثل بلجيكا كمان قعدت فترة بدون تعرفي للحكومة. ليش؟ لأنه نحن منطق فيدرالي أكثر من أي شيء تاني. نحن في عندك قدرات للتعطيل أقوى من القدرات الديمقراطية، بس تكون قدرة التعطيل موجودة وهي واسعتها قادر يعني نزوات شخصية بعض الأحيان ونزوات طوائفية ونزوات مصلحية واللي بدك إياه أنها تعطل السيستم. طبعا نحن يعني هذا المبدا هو اساس نظامنا، انه انا نعم قادر لاني انا مثلا من طائفه معينه او من كتله معينه قادر اعطل، لانه عمليا هيك النظام قائم. نحن لا يمكن انه نقدر نستمر بهذا النظام، ومش بالذهاب الى مزيد مؤتمر تاسيسي جديد. انا برايي لا، قناعتي وهذا يعني الرؤية تبع التيار المستقبل أو تجميل الطائف كما يحكي نسيد مش الدستور هو نتيجة لواقع، نتيجة لواقع ويتطور نتيجة لوقائع. أنا برأيي ما هذا اللي ندور عليه، استقرار للبلد، حراك اقتصادي، الناس ترجع على شغلة ساعة بتندج النظام اللي بيناسبها. طيب هلأ رئيس الجمهورية يبدو أنه المساعي مع الجنرال ميشيل عون لم تنجح، يعني حاولوا حملوا له رسالة من معراب من الدكتور سمير جعجع بأنه خلينا نتفق، بينسحب دكتور جعجع بينسحب الجنرال ميشيل عون وبيتفقوا اثنيناتهم على مرشح ثالث. رفض الجنرال هذه المساعي، وبالتالي يعني بالمقابل حزب الله بيقول بدنا رئيس يحمي المقاومة، حتى السيد نصر الله قال ما بدنا هيدي العبارة، حتى يعني المقاومة هي التي تحمي الدولة أو تحمي الرئيس، بدنا رئيس ما يطعن المقاومة. أنا بمرة من المرات حكيت عن طلاقة العواصف، أنه مثل التقى عاصفتين كبار مع بعضهم بيعملوا أعصار أو بيعملوا يعني شيء مدمر. التلاقي بين تعطيلين موجودين كان عند حزب الله أو بالمنطقة اللي عماد ميشيل عون عم يستعمله هو تلاقي بالحقيقة ما له علاقة برغبات اثنين سوا، يعني الرغبات يعني الهدف هو التعطيل، بس الهدف من التعطيل هو مختلف عند اثنين. اللي قاله حسن نصر الله بخطابه واضح، بده رئيس يكون في جيبه
يكون في جيبه تحت عباءته. كيف يعني؟ يعني إن هذا اللي قالوا انه نحن بنحمي النظام، لكن مأمن ظهري من مثله. فلهيك عماد ميشيل عون من هو الرئيس المثالي بهالحاله هيدي؟ منه ضامنه للجنرال ميشيل عون، مش هيك ما سميه؟ اكيد ما بيضمنه، يعني لا يمكن انه يقدر يضمنه، لانه عمليا في تجارب سابقه بهالخصوص هيدا. يعني بس بذكر بين 88 بس حكي عنه كمرشح جدي، طب ما جاب سيرته ولا لحظه. انا بتحدى هلا، احنا خمننا انه الجنرال ميشيل عون عم يحكي عن ميشيل عون، والعماد ميشيل عون مخمن هو كمان نفس الشيء نفس القصه. لكن هلا بتحدى نعيم قاسم، نبيل أبو، محمد رعد، أي واحد منهم إذا ذكر قال إنه مرشح حزب الله. لا هني ما عم بيذكروه لأنه ما بدهم يخربوا العلاقة مع تيار المستقبل. يعني مين؟ لأنه على أساس مرشح توافقي الجنرال، ما رح يكون مرشح حزب الله ويكون يعني مرشح توافقي بذات الوقت. يعني منعرف إنه هني منهم من هيك. يعني العلوان الأساسي لحزب الله وممارسته على مدى سنوات اسمه التقية، وبيعرفوا هني حالهم شو بدهم. بدهم رئيس موجود تحت العباءة أو بالجيب، هذا هو الاسم. لهيك الأسماء هي مختلفة تماما عن كل الأسماء. مين بده يعني حزب الله إذا ما بده الجنرال ميشيل عون؟ شخصية يا أما يعني أو بالحرف شخصية ما لها وجود نهائيا على الساحة السياسية إلا بحماية أو برعاية النظام، ما يسمى نظام المناعة أو حزب الله بالذات. الجنرال ميشيل عون يقول أنه بعده هو بانتظار جواب الرئيس سعد الحريري، وحتى قايل أنه بعد 10 أيام ناطر الجواب بعد 10 أيام. ليش منطرينه للجنرال؟ ليش ما عطيته بعد الجواب النهائي؟ طبعا هيدي القصة نحن خارجة، يعني بصراحة هيدي موجودة بين العماد ميشيل عون وبين الرئيس سعد الحريري. لكن عمليا أنا بعرف مسبقا أنه أي شيء لا يعتمد على رؤية معينة بخصوص مسار رئاسة الجمهورية تتوافق على الأقل مع الحد الأدنى اللي رسمه الرئيس ميشيل سليمان، واللي هو أنا برأيي بسميه عنوان التوافقية الحقيقية، اللي هي المواقف اللي حكي فيها الرئيس ميشيل سليمان. وأنا بقول لك ساعتها لو أعلنت مواقف مشابهة من قبل العماد ميشيل عون من خلال برنامج رئاسي أو رؤية رئاسية أو وعود رئاسية، ساعتها ما عنده حرج حتى الدكتور سمير جعجع أنه يطلع ويقول أنه هيدا مرشحنا التوافقي بالمستقبل. لكن هيدا الشيء منه موجود. كل ما يأتي إلينا حتى الآن لا يوحي بأي شيء من الأشياء، شيء اللي بتنحكى بالسر واللي بتنحكى بالعلن. حتى الآن ما تحكي الوعد الوحيد أنه انتخبوني رئيس الجمهورية وأرجيكم شو بعمل ساعتها. بس ليش لكن بعدكم مراهنين طالما بعد ما وصلكم أي موقف واضح من الجنرال ميشيل عون؟ ما في عنده برنامج، ليش يعني تاركين الباب مفتوح؟ نحن مين انتخبنا بالانتخابات دكتور جعجع؟ ومين مرشحنا؟ طيب بس جريدة الأخبار بتقول إنه مصادر مستقبلية تقول لجريدة الأخبار أن في المستقبل من لا يزال يعتبر أن سيناريو إيصال عون إلى الرئاسة لم ينتهي بل مؤجل، وأن جناحا كبيرا في المستقبل لا يزال يصر على ضرورة إبقاء التواصل مفتوحا. نعم، وأنا بقول لك ممتاز هذا التواصل عظيم، وخلينا بس بآخر النهار لوين رح يؤدي لنتيجة. أنا بأكد لك من هلا المعطيات الحالية ما لح توصل العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية، ولكن أنا بشجعه هلا ياخذ الموقف الوطني المناسب لا يكون هو بالفعل. شو هو الموقف الوطني المناسب اليوم؟ عم أقول لك الحد الأدنى هو ما أعلنه العماد ميشيل عون، العماد ميشيل سليمان بالسنتين الماضيتين. على الأقل شو يعني تحديدا بأي نقاط بالذات؟ بعبدة، إعلان بعبدة، سلاح الميليشيات، نعم، خروج من سوريا، والموقف من المحكمة الدولية. يعني في عندنا أربع مواقف. على الأقل يعلن، طيب يقول شيء ضدنا، يقول شيء ضد قناعتنا، بس يقول، مش انه والله انتظروا بس فوتوا بعدين بقلكم. منو صندوق باندورا هيدا، ولا لعبه باندورا انه كسروا بعدين بتشوف شو بيطلع لك. هيدا في خيارات عم تحكي، عم تعملي خيارات لست سنين لبلد، وعم ونحن في ورانا 9 سنوات من الشهداء ومن المعاناه، ومن مش جايين من العدم.
14 دار، مش انه والله ما قال يتيمه وما قال اب وما قال ام، في شعب ناضل وقتل، وفي قيادات كبرى ومحترمه وفي كل الصفات الانسانيه والوطنيه موجوده فيها استشهدت لوصلت لهالمحل هذا. فلهيك نعم احتراما لها، المفروض بيكون اي رئيس بده يسمي حاله توافقي انه يعلن مواقفه. شو يعني التوافق بالنسبه له؟ رح نتابع هذا الحوار عن علاقه الجنرال ميشيل عون التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل، وماذا يعني عن الشغور واستمرار العمل التشريعي في ظل الشغور الرئاسي، لكن بعد الفاصل الإعلاني. دكتور علوش، نتابع حوارنا عن طبعا ملف الاستحقاق الرئاسي. الأستاذ جون عزيز بجريدة الأخبار يدعو الرئيس سعد الحريري إلى الامتثال من ديفيد هيل، ويقول له يعني يجب أن يعود على سعد الحريري التدقيق في خياراته وحسمها وإعلانها. عليه أن يخرج من مدرسة فلتمان بأسرع وقت تماما كما فعل ديفيد هيل ونجح. شو معناته هذا الكلام؟ يعني ما في رضا من الرئيس سعد الحريري، وكأنه هذا الكلام بيبين طبعا يعني هذه محاولة للحس. أصلا إذا بتابعي المقالات تبع الأستاذ جان عزيز على مدى الأسابيع الماضية بتشوفي انه هو في يعني نوع من الدفع باتجاه معين، واعلان عدم الرضا عن عدم اعلان موقف واضح عن حسم الموضوع، ومحاوله الاستفزاز كمان بنفس الوقت. ما بعتقد يعني الرئيس سعد الحريري يعني انه من مدرسه فلتمان لمدرسه هيل ماشي، يعني كمان في مدارس مخابرات اصلا تكتب هيك شغلات، وفي مدارس رؤيته أنه لازم مثلا واحد مثل بشار الأسد يأخذ جائزة نوبل. رح نحكي عن جائزة نوبل وللرئيس بشار الأسد، ولكن كمان الملفت يعني ما سرب عن الجنرال حتى بكلامه اللي قال، مش اللي سرب، اللي الخطاب اللي قاله نهار الاثنين، أولوية الانتخابات النيابية، وكأنه رحنا يعني نسينا الاستحقاق الرئاسي. الكلام عن انتخابات نيابية، هل فعلا كما كتبت اليوم جريدة السفير بأنه الحوار مع تيار المستقبل انتقل من الاستحقاق الرئاسي إلى الانتخابات النيابية إلى قانون الانتخاب؟ خلينا نرجع أنه هيدي الأحاديث هي شايفتية منين طلع؟ من محل واحد، يعني هي محاولة إيحاء بأنه الأمور ماشية على البلان A بلس اللي أعلن عنه العماد ميشيل عون، اللي هو أنه يا أما هلأ بتتوافقوا علي بعمل رئيس، أو بنعمل كذا وكذا 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 وبيجي مجلس نيابي ومنتخبني رئيس، يعني عرفتي يعني. فلهيك هلأ الإيحاء أنه كمان بكرة نجبر أو بنعمل طريقة لنجبر اللبنانيين أو القوى السياسية الموجودة فيها أنها تاخد خيار بقانون انتخابي يقدر كمان يعطي الأكترية ثلثين لمن يؤيد العماد ميشيل عون. وأنا برأيي هيدي يعني كلها أوهام أسطورية موجودة. قبل كل شيء ما في أي قانون انتخاب ممكن يقدر يجيب لك التلتين على مجلس النواب، شو ما عملتي إن شاء الله تقتلي كل الباقيين وتعملي حرب إفناء عليهم، هالشي ممكن ما ممكن يصير. وإذا بده يصير هيك شيء لا يمكن أنه يكون في شيء شرعية أو في شيء إمكانية أنه يعترف فيه. فلهيك عمليا أنا برأيي بعدنا نحن عم نراهن على متغيرات إقليمية من ضمن انتصار البراميل المتفجرة على البشر بسوريا. طيب يعني حتى بجريدة الجمهورية أنه الجنرال ميشيل عون يعول على تغيير ما في موقف السعودية، ما بعرف يعني أنه الفيتو اللي حطته السعودية عليه قد يتبدل يتغير إذا صار في تقارب أكثر بينه وبين إيران. الحقيقة يعني إذا صار تقارب أكثر بينه وبين إيران يمكن يروح الجنرال الشانس تبعه كليته سوا، لأنه ساعتها بده يروح على خيار بالتأكيد آخر، لأنه إيران أعلنت موقفها من قبل السيد حسن نصر الله اللي هو شو رئيس في جيب المقاومة،
هذا اسمه. فيمكن او رئيس توافقي يعني بركي كان مستعد الجنرال ميشيل عون يكون فعلا داعم للمقاومه، وعلى الاقل ما قال غير هيك لهلا. يعني خليني اكد لك على شيء، شو يعني داعم للمقاومه؟ موقع القوه، ما هذا اللي عم يدوروا عليه بالنسبه لهم. حتى بشار الاسد بايام كان محتل لبنان ما كان مرغوب فيه كثير. بشار الاسد هو برات لبنان هو الحليف المثالي لحزب الله ولمشروع ولاية الفقيه. يعني برأيهم ما في حلفاء بهذا المشروع، في أتباع، مثل ما كان موسوليني على أيام النازية. أنه صحيح موسوليني أنت حبيبي حليفنا، لكن عمليا أنا بأخذ القرارات وأنت بتجي لعندي بحضني. فلهيك هذا المشروع ما في عنده حلفاء متساوين او على طيب. بس الجنرال يعني حط هيك حصر البلد بثلاثيه تعنيكم ايضا، يعني قال الرئيس سعد الحريري السيد نصر الله وهو. خليني اقول لك، لا نحن يتم اغراءنا بهذا المشروع، لانه مشروعنا بمحل ثاني تماما. هو مشروع 14 اذار، خلينا نطلع عليه. وهو مشروع اللي فكر فيه من اول ما اجى على لبنان رفيق الحريري، اللي هو لبنان التعددي المنفتح اللي كل الخيارات موجوده فيه للناس كلها تسوى. ولا يمكن اغراءنا بثلاثيه وهميه، لانه بعد انا من الناس المقتنعين انه نهايه الخياراتنا الحره بتكون بهالموضوع هذا، انه رحنا على ثلاثيات. بس هو قدم اقتراح حل، قال هذا ما بيأثر على المناصفه ومش معني فيه الرئيس نبيه بري اللي تم استبعاده. طبعا مش قاصد انه يستبعد الرئيس نبيه بري، ولكن انه هذا المثلث برايه هيك بيهدي الوضع يعني، وقصده بين السنه والشيعه بيعمل هالتقارب وهو بيكون الوسطي بينكم. طيب وشو بيعمل بنص المسيحيين اللي تركهم ورا ظهره؟ شو بيعمل بثلث السنه اللي منهم مع تيار المستقبل؟ ماشي سؤال. ماشي هلا قلنا انه يمكن رضي حزب الله نبيه بري انه بيمشي بالموضوع، لكن عمليا كمان شو عم تعملي؟ عم تقهري الاقليات الموجوده والدروز كمان يعني. طبعا حتى وليد جنبلاط ما جاب والعلويين كمان، خلينا نرجع العلويين الموجودين. يعني عمليا هذا الحديث هو حديث فوقي بعيد كل البعد عن الرؤية الحقيقة اللي فيها رؤية على المستوى السياسي الوطني، يعني حفاظ على الحرية. ليش عم بيهدنكم الجنرال ميشيل عون مقابل يعني ينتقد بشدة نائب وليد جنبلاط؟ يعني بآخر كلامه اللي نقل عنه بأنه وصفه بالبيضة المودرة. لا اذا بدك هذا الكلام المنسوب لعماد ميشيل عون ما بيهدمنا، يعني اذا بدك تطلعي انه لا ما بيهدم بالقسم، لا بس عم بحكي بتحديدا هلا بس بشأن وليد جنبلاط. ما يعني النوع من كمان المحاوله ل يعني الدفع انه انسوه هذا الزلمه يحطوه على جنب وخلص امشوا معي. عم بيقدم حاله هو كبيضه ابان محل المكان. لا هو عم يقدم حاله، لا هو اكثر من بيضه ابان، عم يقدم حاله انه الابان والاحجار تبعينه حتى كمان يعني. اذا بدي عمليا يعني ما بقى تمرق هالخيارات على حدا. طب طالما دخلنا بالحديث لجريده الجمهوريه، واللي يعني على فكرة بالاتصال مع جريدة الجمهورية تؤكد بأنه فعلا هذا الكلام حصل، أو من أكثر من مصدر عندهم مصادرهم بأنه هذا الكلام حصل. طيب المشهد كتالي اليوم، يعني اللي عم يقرأ جريدة الجمهورية بيقول الجنرال ميشيل عون عم بيحاور تيار المستقبل، ولكن بذات الوقت عم بيقول أنا مع الرئيس السوري بشار الأسد لأنه ضد البديل، وقال بثقة يجب منح جائزة نوبل لمحاربته الإرهاب. طبعا أنا أصاب بالغثيان لما بسمع هيك حديث. أنا بالتأكيد لا يمكن أني أوقف على الحياد مقابل الفظاعة اللي عم تمارسها المجموعات المتطرفة باسم الإسلام والإسلام السني بالذات بقلب سوريا. هذا مظهر يندى له الجبين، وبالتأكيد مجموعات إجرامية كبرى. ولكن أنا ما بقدر أفهم أنه كيف من يدمر بالبراميل المتفجرة بدون
بدون اي تفريق، وما عم يضرب على المجموعات هيدي. بنعرف نحن التقارير كلها تسوى انه داعش عامل حلف موضوعي بينه وبين بشار الاسد انه هو بده يحصل على جائزه نوبل. ولكن خلينا نقول انه مناحيم بيغن ايضا نقل جائزه نوبل. في كتير ناس بالتاريخ يعني اتكافئوا وهن مجرمين بهالخصوص هيدا. خلينا نطلع من هالقصة هيدي. أول شيء ما نفخر لأي حدا أنه يكون حليف شخص مثل بشار الأسد. بالتأكيد محاربة الإرهاب هو مسؤولية عامة للناس كلها تسوى، ولكن ما بتجيب السبب تبع الإرهاب اللي هو الأنظمة المتطرفة بالسياسة اللي دمرت حما سنة 82 ودفنت الإنسان البريء مع يعني كان كل التقديرات بعيدة. بس أن يقول الجنرال ميشيل عون بأنه هو مع الرئيس السوري بشار الأسد، هذا بيبعدوا عنكم أو بيقربوا منكم؟ برجع بقول لك كل الحديث اللي منقول بصحيفة الجمهورية بيبعدوا عن كونه رئيس توافقي. خلينا نرجع، نحن ما بدنا لا نقرب من العماد ميشيل عون ولا قصة أنه نبتعد عنه هو بالذات. نحن عم ندور على كيفية الوصول إلى رئيس يضمن الرؤى اللي كمان برجع بقول لك وضع كستاندرد كأساس العماد ميشيل سليمان، الرئيس ميشيل سليمان اللي برجع بقول لك أنا بالنسبة لي هذا الأب والمحترم والآدمي اللي طلع من هالمحل، وأنا بشوفه في ثلاث رؤساء بذكرهم دايما بالخير بقلب هالبلد: جنرال فؤاد شهاب، الياس ساركيس، وميشيل سليمان. انا برايي هول الثلاثه اذا في هول اوف فيم بكون عندنا للرؤساء لازم يكونوا موجودين بهالمحل هذا. هذا الزلمه الادمي هو ارسى قواعد اساسيه لمنطق التوافق. شو هو المحافظه على السياده؟ هو توافق. العداله هي توافق. عدم وجود ميليشيات مسلحه على الارض هو توافق. المحافظه على الدستور هو توافق. مش انه والله بين في قاتل. تصوري التوافق شو برأيهم؟ انه في عندك قاتل وفي قتيل، اوكي، التوافق هو بالنص بين اثنين. في عندك لا شرعيه وفي عندك شرعيه، التوافق انه نص شرعيه بيناتهم. عمليا هذا منه توافق. طب عندما يقول ايضا الجنرال ميشيل عون بانه الشيعة اقليه اذا ربحوا نربح سويا، يرفض الجلوس على الحياد لان من سيربح سيحتقر المحايد ومن سيخسر سيحقد على المحايد، وانا اخترت التحالف مع الشيعة. قد يكون خيار منطقي لكن اقرب له، يعني انا بنصح يروح على محل احسن. اسرائيل اقليه كمان، اليهود اقليه بالمنطقه واسرائيل اقليه، خير يروح يرجع يعمل تحالف معهم. لكن عمليا اذا بدك تجي هذا التحالف اللي عم يحكوا حلف الاقليات اللي نحكى عنه هو يضم اسرائيل ايضا، يضم اسرائيل. فلهيك خلينا ما نفوت بهالاحاديث هيدي كلها تسوى، لانه بترتد مباشره عليه وعلى حلفائه اللي عم بينين مجدهم على وهم اسمه مواجهه اسرائيل والقدس هي طريقنا. فلهيك خلينا نطلع من هالقصه هيدي. انا برايي هذا الحديث المنسوب للعماد ميشيل عون، انا بفضل اعتمد الحديث الرزين اللي عم يطلع فيه هو مكتوب بنهار الثلاثة، وهذا اعتبره انه يمكن زلة لسان، يمكن دردشة، يمكن بعد شي 10 ايام بس تنتهي المدة الممنوحة للرئيس الحريري يمكن يرجع يطلع يعلن هاي المواقف علنا قبل نهار الثلاثة. بدي بالوقت المتبقي لنا بدي احكي شوي عن طرابلس، لانه طبعا طرابلس بتستحق حلقات كامله مش بس يعني دقائق اخر دقائق. ولكن هل فعلا اعاده افتتاح مسجد التقوى بالامس طوى هيك الصفحه الاليمه بطرابلس وخلصت الامور الى صفحه جديده الى يوم جديد؟ طبعا في رمزيه لافتتاح مسجد التقوى، وراح يكون بعده مسجد السلام قريبا حسب منا متوقعين. هو رمزية إرادة الحياة بمواجهة إجبارك على قبول الموت كوسيلة. لكن عمليا خلينا نقول أنه طرابلس هي جزء من لبنان، ما تفكر حالنا أنه نحن بجزيرة، وبالتأكيد لبنان هو جزء من المنطقة، ونحن نتأمل أنه الاستقرار اللي بده يحل على المنطقة بطريقة جديدة. يعني اليوم حدا من السياسيين ذكر انه
يمكن بدنا نظام اقليمي جديد كلياته سوا. نعم للاسف نحن مرتبطين برؤيه اقليميه جديده والبوادر تبعتها لحد هلا ما بتوحي انه الواقع الجغرافيا السياسي اللي كان قائم من سايكس بيكو الى اليوم هو اللي حيكون نظام الاقليم الجديد. وما تفكري انه هذا جزء من مؤامره، ما تفكري ابدا، نحن مؤامره بحد ذاتنا. نحن شعوب هذه المنطقه ما كان في شيء بيمنع الشريف حسين، نحن بنخلق المؤامره طبعا. نحن مؤامره، نحن بطبيعتنا مؤامره، ما كان في شيء بيمنع. دائما انا بعطي مثل سايكس بيكو مؤامره ضد الامبراطوري او المملكه العربيه المتحده اللي وعد فيها الشريف حسين. طيب الشريف حسين ورط ولاده مملكتين، ليش ما عملوا مملكه واحده؟ ليش شرق الاردن والعراق صحيح. مملكتين؟ دكتور طيب وضع طرابلس اليوم كيف، يعني كيف توصف لنا اياه؟ اكيد الوضع الامني الحمد لله ما عاد صار فيه مشاكل، ماذا عن الوضع الآخر الوضع الاقتصادي؟ يعني كتير سمعنا أنه في مساعدات تمنح لطرابلس حتى ترجع تستعيد هيك أنفاس المدينة، إعادة أعمار ما تهدم، مساعدة الناس طبعاً. شو حقيقة اللي عم بيصير؟ إذا بدك تجي لتيارنا وبالأخص الرئيس الحريري، الرئيس الحريري يعني بأكثر الأحيان بيحاول يطلع مسألة المساعدات من المحتوى السياسي. فالرئيس الحريري سنة 2008 وقت اللي انعمل المصالحة يعني كمان ساهم ب7 مليون دولار وقتها بس لشغلات أنا بعرف أنها توزعت توزيع ولكل المناطق بهيدك الوقت. هلأ من أول ما بدأت العملية طبعا انعمل مساعدات مباشرة للناس، ولا في إعادة إصلاح واجهات شارع سوريا اللي هو الخط التماس والملتقى لقد يعيد راحة نفسية للناس أنها ترجع تلتقى وتعتبره مكان للتلاقي، لأنه عمليا المواطن اللي ببع المحسن والمواطن باب التبانة والمواطن بطرابلس كلياتهم سوا عم يعيشوا نفس الظروف، وهن أداة بكل معنى الكلمة تستعمل واستعملت على مدى سنوات طويلة بالموت وبال طيب. وفي 100 مليون دولار كانت وعدت فيها طرابلس من قبل الحكومة السابقة، الحكومة السابقة انحطت أصلا هذا جزء من مشروع قديم انحط سنة 2002 بشيء اسمه مؤتمر انماء طرابلس اللي صار بالسرايا وأنا بتذكره صحيح. بالحرف وكنت موجود فيه لأنه بهذاك الوقت عمليا خلينا نطلع من مبدأ المصروف الآني. أنت أي مصروف ما بيؤدي إلى استقرار أو بيكون نتيجة استقرار هو عمليا مثل كأنك عم تحطي ورق المال بتواليت وعم تديري أنا هون 100 مليون أو غيره. يمكن هلأ الحكومة ما قادرة تصرف 100 مليون، أنا ما عم حاول لقي مبررات لأنه يمكن يزعلوا هذا اللي سمعوا من الرئيس تمام سلام على الأقل يعني ولاد مدينتي، لكن عمليا طبعا هو بالقانون لأنه في قرارات فيه هو حق للمدينة، بس عمليا أنا جيت صرفت 100 مليون طيب وبكرة شو بكرة؟ أنا هذا اللي بتعرفي أنه الدمار الناتج عن عدم الاستقرار ممكن يروح مش 100 مليون، مئات الملايين وربما المليارات. في كتير مشاريع على المدينة، لكن هذه المشاريع حتى لو تشغلت وهلأ في شغل باتجاه يعني هلأ نحن عم نسعى من ناحية كتلتنا كتلة المستقبل لا يعني تفعيل المشاريع الموجودة لطرابلس، مجلس الماء والعمار متابعتها وكلها. طيب تشغلت المنطقة الخاصة الاقتصادية الخاصة، ما أجا حتى فتح محل فيها أو فتح معمل أو فتح مؤسسة، أعيد تغيير النظام القائم عليه معرض طرابلس الدولي اللي هو واجب وضروري، لكن ما أجا حدا كمان غامر وعمل هالشي. هذا المرفأ تعمق وتوسع هذا، وهذا اللي صار عمليا. لكن الترانزيت باتجاه دول عربية ما فتح السك الحديد اللي هي كمان مشروع انمائي، يعني القضية بدك كل استقرار، نحن نحتاج إلى الاستقرار والاستقرار مش بس المدينة، البلد كله تسوى بحاجة للاستقرار، يعني ما يعود في ميليشيات اسمها حزب الله بالبلد. نقطع السطر. دكتور علوش أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة الشيقة مثل كل مرة طبعا، وتحياتنا لأهل طرابلس، وإن شاء الله دايما الأمن بعم طرابلس بعم كل لبنان. مشاهدينا الكرام بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا أم تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، وأم تي في لبنان نيوز على موقع الفيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.